طرق زفتت وأشجار قلمت وأوساخ أزيحت وتلت مدينة بكيرة بقسنطينة بحلة باهية وابتسامة تعلو وجنتي سكانها بعد 20 سنة والنظافة مغيبة عن أحيائهم. راي قامت بهذه راه مشغول، اقسم لك بالله راه مشغول حيا ولنا قلوبنا، راهي 20 سنة ما شفناش هذه المبادرة يكون جاو ديما هكا برك. حملة نظافة هاته تبنتها ولاية قسنطينة بطاقمها المهني والتقني ومست أيضا نقائص عديدة بالمنطقة. تم تسخير آليات وأعوان، حيث تم تسخير أكثر من 600 عون أو عامل وأكثر من 100 آلية وشاحنة. مسينا الإنارة العمومية، النظافة، المساحات الخضراء، رفع القمامة، تصليح الشبكات، وحتى راح نبدأ إن شاء الله فيما يخص طلال العمارات. من هذا المنبر أنا نتوجه للسكان هذه الأحياء لتقديم المساعدة للمؤسسات العمومية اللي راح تنظف على مستوى هذه الأحياء، وذلك باحترام توقيت رمي القمامة المنزلية. إذن يبقى العنصر البشري هو المسؤول الأول والأخير عن تطهير ونظافة الأحياء، وكل نفاية ترمى في الأرض ينحني لها عجوز ليرفعها، فهل من رحيم يرأف بهؤلاء؟